الرسالة قوية جدا لمن يدعون الشعارات الخاوية. فلسطين، نحن مع فلسطين، أين أنتم الآن؟ وفلسطين تعيش كل الذل والمعاناة واليوم ساعة بساعة ولحظة بلحظة. وينكم يدعون الشعارات يلي بتقول إحنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة؟ وين الدول العربية؟ إحنا هنا اليوم حابين نشكر كل الدول العربية بما فيها الأردن ومصر والمغرب اللي وقفوا مع الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب، وكل الناس اللي كانت تقول عن التطبيع المغرب مع إسرائيل. اليوم جلالة المغرب أرسل مساعدات غذائية وإنسانية لأهلنا في القدس والضفة وغزة، وبقولوا الدول الثانية ما بدنا نذكر أسمائهم، بقولوا المغرب طبع والمغرب باع القضية الفلسطينية. اليوم المغرب بيثبت حقيقة أنه هو مع الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أنه ينسى قضية الفلسطينية العادلة. وزارة الصحة الفلسطينية تعد 181 شهيدا في غزة. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 33 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الأحد، في أعلى حصيلة يومية للتصعيد في المنطقة. وأعلنت الوزارة في بيان لها استشهاد 33 شخصا بينهم 8 أطفال و12 امرأة، وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 181 منذ الاثنين الماضي، بينهم 52 طفلا و31 من النساء، و1225 إصابة بجراح مختلفة، وأن هذه الحصيلة المؤقتة مرشحة للارتفاع. من جهة أخرى، استهدفت غارات جوية إسرائيلية اليوم الأحد منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية في قطاع غزة، على ما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له. وجاء في البيان: تم قصف منزلي يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، وشقيقه محمد السنوار رئيس الخدمات اللوجستية والقوى العاملة في الحركة، كونهما من بين الأهداف التي تعتبر بنية تحتية عسكرية لمنظمة حماس. ونشر الجيش عبر تويتر مقطع فيديو يظهر مبنى محطما تعلوه سحابة من الغبار. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في كلمة ألقاها مساء السبت أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مستمرة ما دامت تقتضي الضرورة، وأن حركة حماس ستستهدف بكامل القوة. ولفت نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات قوية وقاتلة للمنظمات الفلسطينية عن طريق البر والبحر والجو. وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية، مضيفا أن الجيش يبذل جهودا كبيرة لتجنب إصابة المدنيين، وشدد على أن السلطات الإسرائيلية لن تسمح لليهود بأن يطبقوا القانون بأيديهم ويهاجموا مواطنين آخرين، مؤكدا أن إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية. العدوان الإسرائيلي يعيد قضية فلسطين إلى صدارة الأجندة السياسية للمغرب. في هذا الإطار، ذكر الخبير في العلاقات الدولية برسالة الملك محمد السادس في دجنبر الماضي إلى الرئيس الفلسطيني، والتي أبرز فيها كون القضية الفلسطينية هي في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية، كما أكد العاهل المغربي من خلال الرسالة ذاتها عدم تخليه عن التزامات المملكة بهذا الشأن. إذن فالأمر مرتبط بالتزام دولة، بل وأكبر مؤسسة في البلاد، وأن الإدارة الأمريكية يجب أن تأخذ بالاعتبار أن إعادة العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ورقة لها أساسها في تسوية الصراع وحل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط، كما أن المغرب يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تثبيت السلم في الشرق الأوسط إذا أرادت الإدارة الأمريكية ذلك، وهو ما سيعضد الموقف الأمريكي في مغربية الصحراء.
ومن جهة أخرى انطلقت اليوم الأحد أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في فلسطين وتحديدا مدينة القدس الشريف بمشاركة المغرب. ويمثل المغرب في هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي وعبد الله باباه نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي. ويأتي الاجتماع بناء على طلب المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وخصوصا في القدس الشريف وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة في حق الفلسطينيين معربا عن إدانته لاستيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس. وشدد وزير الخارجية السعودي على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها مبرزا أن المملكة ترفض رفضا قاطعا الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل والتدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية العدوانية. ومن جهة أخرى تواصل الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بوصول طائرة عسكرية ثانية على متنها الدفعة الثانية من هذه المساعدات صباح اليوم الأحد إلى مطار ماركا المدني بالعاصمة الأردنية عمان. وكان في استقبال هذه المساعدات سفير المملكة المغربية في الأردن خالد الناصري وأعضاء السفارة وممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية وممثل سفارة دولة فلسطين بعمان. وحطت في وقت سابق اليوم بنفس المطار طائرة أولى على متنها مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية. ومن المنتظر نقل هذه المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية بواسطة شاحنات عبر الجسر الحدودي بين الأردن وفلسطين. وسيتم أيضا إرسال شحنة مساعدات مماثلة على متن طائرتين في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة قبل أن يتم نقلها نحو قطاع غزة. ومن جهته اعتبر سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا عبد الرحيم صالح علي الفرا أن المساعدات الإنسانية التي أرسلها المغرب إلى الفلسطينيين نابعة من ثقل المسؤولية والحمل الذي يحس بها المسؤولون المغاربة تجاه فلسطين والفلسطينيين. وقال سفير دولة فلسطين تعليقا على المساعدات التي أرسلها المغرب مؤخرا أن جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس يستشعر ثقل الحمل ويدافع عن القدس بكل ما أوتي من قوة وذلك بالموازاة مع جهود جلالته الدؤوبة والجدية الرامية لإيقاف دوامة العنف وإنقاذ أرواح الأطفال والنساء والشيوخ. وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن قرار المملكة إرسال مساعدات إنسانية إلى الساكنة الفلسطينية بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس هي مبادرة ليست بغريبة على المغرب ملكا وحكومة وشعبا. وفي الشأن الأمريكي طلب عاجل من بايدن للملك محمد السادس بشأن ما يجري في فلسطين.
حيث أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالات دبلوماسية مع الملك محمد السادس من أجل التوسط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. ونقلا عن مصدر دبلوماسي مأذون على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتصلت بالمغرب من أجل لعب دور الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واعتبر المنبر ذاته أن ما قامت به أمريكا يأتي في ظل جهود بايدن الخجولة للحد من التوترات المتصاعدة، واصفة الأمر على أنه أول اختبار ما بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، والذي تم تحت رعاية أمريكية في 10 من دجنبر الماضي اعترفت بموجبه أمريكا بمغربية الصحراء. ومن جهة أخرى، تظاهر الآلاف في مدن أمريكية وكندية تأييدا للفلسطينيين أمس السبت، داعين إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في وقت تدور أعنف مواجهات منذ سنوات بين الدول العبرية وفصائل فلسطينية. وخرجت مسيرات التضامن مع الفلسطينيين في العيد من المدن الأمريكية والكندية، بينها نيويورك وبوسطن وواشنطن وميشيغان ومونتريال، وشارك نحو 2000 شخص في تجمع سلمي نظم تحت شعار دافعوا عن فلسطين في منطقة باي ريدج في بروكولين، وهم يهتفون حرية حرية فلسطين، ومن النهر إلى البحر فلسطين حرة، ولوحوا بأعلام فلسطينية ورفعوا لافتات كتب عليها فلينتهي الفصل العنصري الإسرائيلي والحرية لغزة. وفي الشأن المغربي، كان البرلمان البارحة يوم السبت على موعد مع شعارات قوية صدح بها مواطنون ومواطنات تضامنا مع فلسطين ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا بالتطبيع والدعوة إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي. وقد شهدت وقفة البارحة حضورا قويا لحركة التوحيد والإصلاح القريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ووجوه قيادية في الحزب ذاته. وفي كلمة له، دعا خالد السفياني منسق المؤتمر القومي الإسلامي وسط هتافات مساندة إلى تراجع المغرب عن خطئه بتمزيق ما يسمى باتفاق التطبيع، رافضا لقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة مع أيباك اللوبي اليهودي الأبرز بالولايات المتحدة. كانت هذه هي أخبار اليوم. لا تنسوا أن تتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو وعبروا عن رأيكم فيما يخص القضية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة.